طيب هل الشيعة يكذبون علينا؟ قد يكذب بعضهم، نعم قد يكذب ويعمم، حتى على الوهابية قد يعممون أنهم كلهم نواصب كلهم كذا، لا غير صحيح. ولذلك أنا كان عندي لقاءات عند الأخوة الشيعة في الكويت، واضطررت أن أدافع عن الوهابية لأني ناشئ معهم. هذه الصورة ليست الوهابية، ليس كلهم عرعور ودمشقية وفلان وفلان وفلان، ليس كلهم أبدا، يعني في العامة العامة خاص عامة فيهم خير كثير، لكن فقط الفئة المتنفذة أصحاب القنوات والتجار المبذرين إخوان الشياطين الذين ينشئون ويلا وهجوم وهدفهم طائفي، لا ينبغي أن ينظر إليهم كأنهم ممثلين للسنة، غير صحيح هذا. فإذا السنة فريق واسع جدا، وأذكر لهم شواهدنا التاريخ، سنة دفعوا دماءهم أحبة لأهل البيت، وش شو المشكلة يعني؟ النسائي، الحاكم، عبد الله بن موسى، عباد بن يعقوب الرواجني، عبد الرزق الصنعاني، مجموعات يرون تفضيل الإمام علي، وبعضهم يكفر معاوية كالحماني وكابن الجعد الجوهري، شيخ أحمد شيخ البخاري، نعم أحمد نهى عن الرواية عنه في، بس ما أدري هل روى له في المسند أو لا، ما أذكر الآن،